أحسن الله إليكم، ما حكم من تعامل مع الساحر في سحر بعض النساء والأولاد وارتكب فيهم الزنا؟ ماذا أفعل لكي يغفر الله لي؟ هذا جرم كبير من ناحيتين. الناحية الأولى السحر، تعاونك مع الساحر وعمل السحر هذا كفر، تعلم السحر وتعليمه كفر. قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إنما نحن فتنة، اللي يعلمون السحر الملكان اللذان يعلمان السحر هاروت وماروت، يعلمان السحر فتنة وابتلاء وامتحان، لكنهما ينصحان من جاء يتعلم ويقولان له: إنما نحن فتنة، يعني اختبار للناس، فلا تكفر. هذه نصيحة دل على أن الذي يتعلم السحر يكفر. وقبلها يقول سبحانه: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كفروا يعلمون الناس السحر، فجعل تعليم السحر كفر وتعلمه كفرا، فأنت وقعت في هذا. الجريمة الثانية الزنا والعياذ بالله، هذه جريمة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فعليك التوبة إلى الله عز وجل، عليك التوبة، ولا تقنط من رحمة الله، إذا تبت توبة صحيحة تاب الله عليك. نعم.